بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنبدأ الدرس رقم 4 تقريبا أو 3 من الأوديتنج أو البراكتيكال أوديت. أنا كان النهاردة عن 3 حاجات مهمة جدا، من الحاجات اللي تعتبر أساسية في أي، يعني من الحاجات المهمة جدا، إن هو إنك تفصل ما بين الإدارات في الشركة. بمعنى إيه؟ هنا عندنا 3 كلمات لازم نكون عارفينهم كويس جدا، اللي هو الاعتماد. لازم نعرف يعني إيه اعتماد، وعندنا كلمة التسجيل، وعندنا كلمة استحواذ. تعمل نفهم الكلام ده يعني ايه اعتماد وتسجيل واستحواذ؟ لازم الراجل اللي يعتمد ما يسجلش، ولازم اللي يسجل ما يستحوذش. يعني ما ينفعش كله التلاتة يبقوا زي بعض. بمعنى ايه؟ عندنا هنا ادارتين مثلا، هنا ادارة البرشيزنج، وعندنا ادارة تانية المخازن او الانفنتوري. هل ينفع امين المخزن هو اللي يكون بيشتري؟ طب اي منطق بيقول كده؟ يعني ما ينفعش جدا ان انت مثلا الراجل اللي بيشتري هو يبقى من مخزن. يبقى لو احنا عملنا هنا مثلا اداره وسميناها بيرشيز اند انفنتوري، يبقى الكلام ده غلط. ليه؟ هنا البرشيزنج هو اللي بيعتمد ان احنا نشتري. ده بيرشيزنج، يقول لك احنا نعتمد. ده مش هو كمان اللي بيعتمد، لا، ده الراجل اللي فوقيه اللي هو البرودكشن هو اللي بيعتمد الشراء، وده بيقوم جاي يعمل امر الشراء اللي هو بيعتمد الشراء فعلا. والانفنتوري بيبدأ يستحوذ على المخزون اللي هو اللي هي. يبقى هنا ده اللي بيشتري، يبقى هنا دوت بيعتمد، ده بيعمل ايه؟ بيعتمد عملية الشراء، دوت بيستحوذ، ده بياخد استحواذ على عملية، على ال، يبقى ده بيعتمد على عملية الشراء نفسها، يقوم معتمدها من الناس اللي هيشتري منهم، وده بيعمل عملية استحواذ، هو اللي ياخد البضاعة عشان محدش يقوم مثلا ده يقوم، لو ده بيعتمد ويشتري بنفسه ويستحوذ في نفس الوقت. طب ممكن ياخد حاجة البيت عنده ويقول لك ده ضاعت، ده باظت، ده مش عارف حصل لها ايه. لا، ده الكلام ده لا. انما لو جاي دوت مثلا يقول لك ده انا عندي بضاعة ضاعت وخدها البيت، البرشيزر يقول لك ده انا شاريها وكانت سليمة وكانت كله تمام وقدمتها له وهي كلها شغالة سليمة 100%، يبقى هنا عندها اعتماد واستحواذ. يبقى هنا ده بيستحوذ ودوت بيعتمد. طب تعالى نتكلم عن الاعتماد والتسجيل. مثلا عندنا تو ديبارتمنت برضو بتاع العميل، الناس اللي بتمسك العملاء اللي هو متخصص في التسجيل بتاع العملاء او الاكونتس ريسيفبل، يعني الفلوس اللي لك بره، اوراق القبض يعني. هنا فعندنا مثلا، فاحنا مثلا قلنا عندنا عميل عليه مثلا، مثلا يعني عنده عليه 60,000 جنيه. طيب انا دلوقتي بسجل، انا بسجل الكلام ده. طيب انا جيت قلت للعميل ده، اتفقت معاه من وراه، انا بسجل، وخلي بالك بقى بعتمد حاجة ثانية اسمها اعتماد الامبيرمنت، بعتمد الامبيرمنت. طيب انا اقوم جاي عامل ايه؟ لو انا الاتنين دول مع بعض، لو انا الاثنين دول مع بعض انا اللي بعتمد الامبيرمنت وانا اللي بسجل. في الحالة دي هو قايل للعميل ايه؟ بكل بساطة جدا اقوم جاي قايل له، بص يا عمي، انت عليك 60,000، انت ممكن تدفع 50,000، وفي 10 مش هخليك تدفعهم، بس تديني منهم 5، يبقى انت هتدفع كل اللي هتدفعه كام؟ 55,000. طب والخمسة التانية؟ يقول لك انا هعمل لك امبير ب 10,000. يبقى انا عامل امبير ب 10,000، اقوم جاي عامل، فانا اقوم جاي عامل اعدام لل 10,000 دولار، اقوم جاي مثلا عامل اعدام لل 10,000 دولار. فبالتالي انا جمعت من العميل 50,000، وخدت لي انا كام من العميل؟ 5,000. ده لو انا اللي بسجل واعتمد. انما لو ادارة تانية هي اللي بتعتمد، يعني بتعتمد الامبيرمنت، يبقى واحد يعتمد واحد يسجل. انا اعتمدت ان هنا العميل ده فعلا مش هيقدر العميل ده مش هيقدر يسجل يدفع، فبالتالي هنا نعمل امبيرمنت، دوت اللي حدد ان في امبيرمنت، واقول له بعد كده ايه، طالما انا حددت ان في امبيرمنت سجل بقى ان هو ايه، سجل امبيرمنت ب 10,000. يبقى هنا ده بيعتمد وبيسجل، هناك استحواذ واعتماد الكلام ده. يبقى احنا لازم نفصل ما بين ال 3 ادارات، علشان لازم كل واحد اللي بيعتمد ما ينفعش يسجل، واللي بيسجل ما ينفعش يستحوذ، واللي ما ينفعش اللي بيستحوذ يعتمد، وهكذا. كل حاجة لازم تكون منفصلة عن اللي قبليها. فدي اسمها ايه العملية دي؟ اسمها الفصل بين السلطات او separate of duties. فهي ده معنى الاعتماد والتسجيل والاستحواذ، لازم يبقى في فصل ما بين السلطات، وفي او يبقى معنى عدم، ويبقى لا في اعتماد اللي بيعتمد ما يسجلش وهكذا زي ما قلنا قبل كده. طيب في حاجة اسمها labing of receivables. labing of receivables يعني ايه labing of receivables؟ لما نيجي نقول labing of receivables، انا مثلا عندي عميل اهوت عليه فلوس whatever اسمه ايه مثلا،
وعندنا عميل تاني اسمه بي، وعندنا واحد كمان اسمه سي. الراجل ده عليه فلوس، دفع الفلوس ديت، انا اللي بعتمد وانا اللي بسجل، يبقى انا اللي اعتمدت الراجل عليه فلوس وانا اللي هسجل الراجل ده دفع الفلوس ولا ما دفعهاش. طيب تمام. طيب هل دلوقتي الراجل ده لما يدفع الفلوس، هل الراجل ده لما يدفع الفلوس انا ممكن ما اسجلهاش واقوم حاططها فين؟ في البنك. ممكن اعمل كده؟ انا ممكن اعمل، مش انا اللي بسجل وانا اللي بعتمد. طب انا ممكن اعمل كده بسهوله جدا، يبقى انا حطيت الفلوس دي فين؟ في البنك. لما خدتها حطيتها في البنك ولسه ما قللتش الريسيفابل اللي عنده، حطيتها في البنك. طيب جه قام جاي بيه دوت دفع لي الفلوس، قمت مسجل بقى في الحاله دي ان ايه دفع الفلوس، قمت انا مسجل ايه دفع ايه بيد. سجلت وخدت الفلوس بتاعت ايه ديت بي دوت، حطيتها فين تاني؟ في البنك. ايوه كده، يبقى انا كده خدتها من ايه؟ حطيتها في البنك. لما بيسجل قلت ان ايه دفع وحطيتها الفلوس بتاعت بي، خلاص بقى ايه دفع وحطيت، سجلت ان ايه دفع وحطيت الفلوس بتاعت بي فين؟ في البنك. لما جه سي دفع، قمت جاي قايل ان بي ده هو اللي دفع، بي دفع، وقام جاي ايه بيت وحطت الفلوس اللي جات لي من سي فين؟ برضو في البنك. فكده انا عندي عملت ايه؟ انا حطيت فلوس في البنك، وانا ما قلتش للشركه ان انا حطيت فلوس في البنك، فانا سجلت، بمجرد ان انا بلعب في التسجيل بس. فانا دلوقتي فدلوقتي في اخر السنه خالص بقى، في اخر السنه عندي خالص، ايه اللي هيحصل؟ هم انا جاي عامل حركه جميله جدا، اقوم جايب الفلوس اللي في البنك اللي هناك ديت، اقوم جايب الفلوس اللي في البنك في اخر السنه في ديسمبر، اقوم جاي خلاص الناس كلها سددت. هل حصل اي مشاكل؟ لا، ده كل حاجه تمام وزي الفل، بس كل المشكله في الاعتماد والتسجيل. يبقى انا عندي مشكله حصلت بس انت مش واخد بالك، ان هو هنا في انترست خدها من البنك. مين اللي هياخد الانترست ديت؟ الراجل اللي بيسجل وبيعتمد هو اللي هياخد الانترست اللي خدها دي، لان هو كده ما اعترفش ان الراجل ده سدد في ميعاده، ولا الراجل ده سدد في ميعاده، ولا الراجل ده سدد في ميعاده، وهكذا. وبالتالي فهو معلوش حد، معلوش رقابه. فدوت هنا ايه، لازم نعمل سيبريت ديوتيز، لازم اللي يسجل غير اللي بيعتمد، غير اللي بيبيع، غير اللي بيكون عارف مين اللي له الفلوس، وهكذا. فلازم نفرق ما بين الحاجه دي كويس جدا. من الحاجات المهمه بقى اللي احنا لازم نخلي بالنا منها هي كمان، ان انت دلوقتي لما يكون في سيبريت ديوتيز، طيب هنا في ناس كتير تقول لك ايه، مثلا لو انت في شركه ادويه مثلا او مستشفى او وات ايفر، عندك دلوقتي كل الاداره بتقول لك ان احنا كلهم مدكاتره، ما حدش يعرف حاجه عن البيزنس، ولا حد يعرف حاجه عن الاكاونتنج ولا الاوديتنج ولا الكلام ده خالص. طبعا انت بالنسبه لهم عال عليهم، يقول لك ده عم هو احنا معينينه ليه؟ هو له لازمه؟ ملوش لازمه. فبالتالي هنا مثلا لو جات انت المستشفى قالت ان احنا كسبنا السنه دي 3 مليون، 3 مليون ديت، هل ممكن مدير المستشفى يقول لك نوزع بقى 3 مليون دول كلهم؟ مين اللي هيعرضه؟ مفيش ولا واحد من الدكاتره هيعرضه، يقول لك احنا 100 100، احنا ممكن نوزعهم عادي. طيب لكن المحاسب اللي قاعد، او الراجل اللي هو الاوديتنج اللي قاعد، او الانترنال اوديت اللي قاعد، يقول لك لا ما ينفعش. طيب ده احنا بنتبع مبدا استحقاق، مش بنتبع مبدا كاش بيز. ليه؟ لان احنا مش معانا 3 مليون دول كلهم، ده في ناس عملاء لسه ما دفعوش فلوسهم، فبالتالي احنا مش معانا 3 مليون اصلا مكسب كلهم، فبالتالي ما ينفعش. ده في حاجات ممكن في واحد ما يدفعش في الكلام ده كله. فده اسمه فده اسمه الانترنال اوديت، او الجزء اللي احنا اتكلمنا عنه بوجه عام دوت، اللي هو السيبريت اوف ديوتيز، او فصل بين السلطات، اللي هي الاستحواذ والاعتماد والتسجيل. دوت جزء في الانترنال، في الانترنال اوديتنج. فانت لازم تخلي بالك من حاجه زي كده قوي. هنا كمان من فايده ان الشركه تعامل، او الشركه تعين المدير يكون واحد دارس بيزنس، مش دارس مثلا دكتور او الكلام دوت، او المستشفى تعين الكلام ده، ان احنا مثلا عندنا شركة ادوية مثلا الكهرباء غليت واحنا بنتكلف ديت، لازم يعرف تكلفة الدواء العلبة الواحدة تكلفتها كام. يبقى تكلفتها مثلا كرو ماتيريال قد كذا، كدايركت ليبر قد كذا، ممكن كاوفر هيد قد كذا. تعال نشوف في بنود الاوفر هيد، لقينا ان الكهرباء زادت، يبقى هنا الالكتريستي زادت، فهنا بالتالي هي دي اللي زادت. فاحنا المفروض نغير بقى موضوع، نحاول نجيب مصدر تاني غير الالكتريستي، غير الكهرباء، علشان نجيب بيه، نزود بيه، نقلل بيه التكلفه تاني بتاعت الكهرباء، علشان نعرف نبيع الدواء بنفس السعر اللي احنا بنبيعه بيه. فبالتالي هنا لازم نقلل السعر بتاع الالكتريستي، يعني نجيب مثلا غاز او وات ايفر بقى، نغير مصدر الطاقه دوت. مين اللي هيقدر ياخد قرار زي كده؟ لو دكتور عمره ما هيعرف يجيب حته زي دي، لانه ما يعرفش لا دايركت ليبر ولا دايركت ولا اوفر هيد، ولا يعرف حاجه اسمها عن رو ماتيريال ولا الكلام ده خالص. هو كل اللي يعرفه ان الدواء بيتصنع وخلاص، لكن مش هيعرف يعرف يحلل التكلفه ازاي، يعرف يعمل الكلام ده، مش هيعرف يعمله، لانه ما هوش متخصص في المجال ده. فهنا كل واحد وله وظيفته. فانت لازم تخلي بالك من حته زي كده جدا،
ولازم لما تيجي تشتغل تبقى عارف يعني ايه، تعرف يعني ايه الناس دي، مين اللي بيعتمد ومين اللي بيسجل ومين اللي بيستحوذ، وتقدر تدور عليها في الشركة مين ده ومين ده ومين ده، فبالتالي تبقى تعرف تدور في الشركة بشكل سليم. كده نكون خلصنا الحتة ديت في الاودت، انا حبيت بس اعرفها لكم، اشوفكم ان شاء الله المرة اللي جاية.